السلام عليكم. تم مدربين وقت اللي ما يتفهموش مع إدارة فريق بسبب سوء النتائج والاختلاف في الأهداف يتم التلاق بالتراضي بيناتهم مباشرة، يبقى فريق آخر ويباشر في التدريب. النوعية هذه متاع المدربين متواجدين بقلة ويتعدوا على الصوابع، ونذكروا منهم على سبيل المثال فوزي البنزرتي. تم نوعية متاع مدربين وقت اللي ما يتفقش مع إدارة فريق يلقى نوعا ما صعوبة باش يدرب فريق آخر، لكن ثم صنف آخر من مدربين النوعية هذه مش ما يتفقش مع إدارة فريق، هذوما يتردوه كومبليتمون. النوعية هذه متاع المدربين مش يلقى صعوبة، يصير فيه اللي ما يصيرش، يدق البيبان، يعمل التليفونات، يمشي للعزامة، يمشي للمدبية، يعملهم الكل باش يلقى فريق. يلقى فريق شهر شهرين بسبب طبيعة سوء النتائج متاعه، بسبب انه هو مش مدرب من نصله، يطردوه ويرجع للبطالة. النوعية هذه متاع المدربين نذكر منها جلال القادري. القادري بقدرة قادر يلقى روحه مساعد منذر الكبير في المنتخب التونسي. الكبير ياخو في 8,000 دولار، القادري 4,000 دولار. منذر الكبير مشى من المنتخب التونسي وحاليا قاعد يقدم في نتائج إيجابية مع فريق الرجاء المغربي. شد بلاسته جلال القادري ولا ياخو في 8,000 دولار، يعني ياخو في 25 مليون شهرية، ولا في الأحلام باش يلقاها. ويكذب عليك، راهو قال لك بعد المونديال جاتني عروض. هو حتى لو جاته عروض صحيح راهو مستحيل باش يوافق عليه، على خاطر عارف روحه باش يعدي شهر شهرين ويطردوه. لذا يحسبها يقول لك ناكل خبز تمسارقه في المنتخب التونسي وانا مرتاح. شوف جلال القادري قد ايه عنده في المنتخب التونسي، وشوف كيف قد ايه مازالوا في المنتخب التونسي. لذا شهريه ما يلقاهاش ولا في الاحلام. اما كل شيء بجرو وما ثماش حاجه بلاش. باش تركش نعاود نقولها، باش تركش مدرب في المنتخب التونسي يلزم تعطي للذل، ريت الذل يلزمك تعطيه كارو لامبراطور الكره التونسيه وديع الجريء. ونتصور جلال فنان، جلال فنان في المهمه هذه. اذا مع جلال القادري ومع اي مدرب يخدم مع وديع الجريء، صدقوني المنتخب التونسي ما عنده فين باش يمشي. صحيح تصير المفاجات، لكن مفاجات بدوره. صحيح المنتخب التونسي فاز على المنتخب الفرنسي مع جلال القادري، تأهلنا للدور الثاني. لا، المنتخب التونسي يفوز على المنتخب النيجيري في كأس إفريقيا، فوزنا بكأس إفريقيا، مشينا لبعيد في كأس إفريقيا. كيف لا، انهزمنا أمام منتخب بوركينا فاسو في الدور الربع النهائي، الدور اللي يوصل له أي منتخب عادي. ساعة قبل ما ندخلوا في موضوع الحلقة، خلينا نسمعوا مع بعضنا جلال القادري شنو يحكي باش نزيدوا نفهموا أكثر. نسمعوا مع بعضنا. هذا موجود عند هذا ولا لا؟ ولا كيفاش؟ واضح فني اليوم لازمنا ناخذوه بعين الاعتبار. أول كريتير عندنا احنا كإطار فني في المنتخب للشوا نتاعك شنو؟ أول كريتير سي لا كومبيتيتيفيتي، المستوى الفني والدرجة نتاع الجاهزية نتاع الكومبيتيتيفيتي باش تجي، هي الجاهزية بالمشاركات. اليوم كيفاش ننجم نحكم درجة قطعية على المستوى الفني نتاع اللاعب؟ سمعنا مع بعضنا جلال القادري قال لك أول كريتير ناخذوا به إنه اللاعب اللي باش نقدموا له الدعوة للمنتخب التونسي يكون يشارك بانتظامه مع فريقه ويقدم في إضافة. القادري قبل الكوب دي موند وقبل ما يعلن على القائمة كان متواجد في بلاتو من عرش الحوار ولا التاسعة سبور، سألوه على سيف الدين الخاوي، قالوا له كيفاه الخاوي يكون متواجد في القائمة ولا يندرى سيف الدين الخاوي باش يكون متواجد في القائمة هو اللاعب احتياطي مع فريقه. جاوبهم قال لهم الخاوي ما ثماش ناخب وطني قبلي، ما كانش الخاوي في قائمته على خاطره قيمة ثابتة في فريقه، تنحى الخاوي من القائمة. نقولوا والله كان قعد لاعب احتياطي في فريقه، نقولوا مش في فوق راسه ريشة، احتياطي ما تتقدملوش الدعوة. لكن كنا نتفكروا سيف الدين الخاوي قدم مستوى كبير وأصبح لاعب أساسي مع فريقه، وسجل في أهداف، يقدم في تمريرات حاسمة. هو إنك تكون لاعب أساسي مع فريقك في الدرجة الأولى الفرنسية، هذه في حد ذاتها تحتسب للاعب، ومع هذا ما لقيناه سيف الدين الخاوي في القائمة. يعني أثروا عليه، باهي مش مشكل. المنتخب التونسي خرج من كأس العالم كالعادة من الدور الأول، قلنا ثم ملعبية ظلموا، أكيد الناخب الوطني باش يقدم لهم الدعوة، باش نشوفوا قائمة جديدة، باش نشوفوا منتخب جديد، باش نخزروا للمستقبل بعد كأس العالم. في الخضم هذا الكل من أبرز الملعبية التوانسة في الدوريات الأوروبية هو سيف الدين الخاوي. يعني نحكي هكا على الخاوي، كنت من أكثر الناس تنتقد فيه لأنه مش قاعد يقدم في إضافة في المنتخب التونسي. أما تو نقول لكم علاش ما كانش يقدم في الإضافة في المنتخب التونسي. سيف الدين الخاوي بعد المردود الكبير اللي قاعد يقدم فيه
في الدوري الفرنسي جات مباراة المنتخب الليبي ذهاب وإياب. التوانسة الكل كانوا متفقين أنه سيف الدين الخاوي يستحق الدعوة للمنتخب التونسي، بل سيف الدين الخاوي من أكثر الملاعبية اللي ظلموا وقت اللي ما تقدمتلوش الدعوة للمونديال، أكيد الدعوة باش تقدم له أمام المنتخب الليبي. لما يعلن الناخب الوطني على القائمة تقريبا قبل بجمعة، سيف الدين الخاوي تضرب مع فريقه وما كانش متواجد في الجولة الفارطة من الدوري الفرنسي. وقت اللي الناخب الوطني أعلن على القائمة، بطبيعة الخاوي ما كانش متواجد فيها، وبكلنا كتوانسة بسبب المردود الكبير اللي قدمه قلنا القادري ما قدملوش الدعوة على خاطره اللاعب مصاب. فما رأنا البارح الخاوي متواجد في قائمة كليرمون فوت، أكثر من هكا اليوم متواجد في التشكيلة الأساسية أمام مونبلي، يقدم مقابلة بطولية، يسجل هدف ويتحصل على معدل 8.2 من 10. برو امشي وشوفوا الاستاتيستيك متاع سيف الدين الخاوي في المقابلة، قدم مقابلة بطولية، قدم مقابلة عالمية وأكثر من مقابلة عالمية. الكلمة اللي تستحق انه نذكرها كالعادة على خاطر سيف الدين الخاوي كان اليوم قدم مقابلة بطولية، والله نقولوا اي لاعب يمر فترة سلبية، لكن السيد راهو موسم كامل ايجابي ليه مع فريقه كليرمون فوت وما تتقدملوش الدعوة. بصراحة نقطة استفهام كبيرة تخص جلال القادري وتخص الكواليس المتواجدة في المنتخب التونسي، وهذاك علاش قلنا المنتخب التونسي راهو ما عنده فين باش يمشي. اي وينهم الكريتير متاعك يا جلال القادري؟ ولا تطبقهم كان على بعض الملعبية وملعبية؟ لا، على سبيل المثال سيف الدين الجزيري بعض الأخبار قالت انه بنسبة كبيرة الجزيري مش باش يكون متواجد في قائمة المنتخب بسبب المستوى السيء اللي قاعد يقدم فيه مع فريقه الزمالك المصري، لكن بسبب الهدف اللي سجله امام الترجي الرياضي تقدمت له الدعوة. يعني تتقدم الدعوة اللاعب بسبب مقابلة بطولية واحدة يقدمها وقبلها 10-20 مقابلة على الحيط وخارج الموضوع، ولاعب تقريبا 10-15-20 مقابلة يقدم فيهم خارقين للعادة وما تتقدملوش الدعوة. هنا شنو النجم ونفهمه من قرار جلال القادري؟ ما كلام قاعد يدور يقول لك سيف الدين الخاوي تقدمت له الدعوة لكن هو رفض لأنه ما تقدمتلوش الدعوة للمونديال وتقدمت الحارس مرمى زيد، بما أنه مشاو في القائمة 4 حراس مرمى. بنسبة كبيرة ما نجمش نأكد 100%، لكن بنسبة كبيرة نجم كيف كيف نقول الأخبار هذا غلط وسيف الدين الخاوي ما تقدمتلوش الدعوة، لأنه الخاوي بعد ما أقصي من قائمة المنتخب والمنتخب مشي للمونديال ضبط ستاتيو على الانستغرام وهوش قال فيه بالضبط، قال لقد حاولت تقديم الأفضل على أرضية الملعب من أجل المشاركة في المونديال، وبالتأكيد سأستمر في بذل الجهد والتفاني ومساندة المنتخب التونسي، سأكون مشجع رقم 1 لتونس. قبل أن يختتم الحديث بالقول شكرا للجميع على حب وعلى كافة رسائل الدعم التي وصلتني بهذا الشأن. يعني الخاوي ما تتقدملوش الدعوة رغم أنه مظلوم ويستحقها، شفناه شنو يحكي، على عكس البعض اللي وقت اللي ما تتقدملوش الدعوة حتى كلمة باش يقولها. ليه؟ بالعكس ممكن يحرض بعض الصحفيين باش يهيجوا يعملوا اللي ما يتعملش في المنتخب التونسي، لكن الخاوي كان بروفيسيونيل 100%. نتصور سيف الدين الخاوي اللي هبط التدوينة هذه باش يدور على المنتخب التونسي وتتقدم له الدعوة ويقول ليه، هنا نوعا ما الخاوي اتمرد على المنتخب التونسي. واخيرا البعض يقول لك سيف الدين الخاوي يا اخي شنو يقدم للمنتخب التونسي، باش نشوفوا مع بعضنا سيف الدين الخاوي. الخاوي وقت اللي تقدمت له في السابق الدعوة للمنتخب التونسي وشارك بعض الأحيان كأساسي وبعض الأحيان يشارك في الشوط الثاني، يعني خذا فرصة واثنين وثلاثة، لكن تقريبا ما قدم شيء. نشوفه مع بعضنا سيف الدين الخاوي وقت اللي شارك مع المنتخب التونسي راهو كان احتياطي مع فريقه، مش ما كانش لاعب كومبيتيتيف. أما سيف الدين الخاوي من الوقت اللي أصبح فيه لاعب أساسي مع فريقه ما تقدمتلوش الدعوة، يلزم الدعوة تتقدم سيف الدين الخاوي مقابلة واثنين وثلاثة وبعد نحكم عليه يندرى اللاعب يستحق ولا على خاطر سيف الدين الخاوي أول مرة يكون في أوج عطائه مع فريقه وما نعرفوش عليه شنية باش يقدم في المنتخب التونسي. حلقتنا اليوم وفات، نتأسف مرة أخرى
سيف الدين الخاوي ما يكونش متواجد في القائمة وتتقدم الدعوة البعض الملاعبين اللي أقل من نجم نقول عليهم مستواهم أقل برشا من سيف الدين الخاوي ما نجموش يلعبوا دقيقة واحدة في الدرجة الأولى الفرنسية ممكن حتى الدرجة الثانية الفرنسية. حلقتنا اليوم وفات، حظ موفق للمنتخب التونسي، تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.